أغلى حاجة في الدنيا أن ربنا يشغلك عنده، وأعظم حاجة في الدنيا أن ربنا يشغلك عنده، وأعظم نعمة في الدنيا أن ربنا يختارك أنك تشتغل عنده. إذا أردت أن تعرف مقامك عند الله فانظر فيما أقامك. لو أقامك في خدمة الأيتام يبقى مقامك عند الله رفيق النبي في الجنة، أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. لو أقامك ربنا في إطعام الطعام للغلابة فاعلم أن مقامك عند الله إنك عملت أعلى حاجة في الإسلام. يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ إطعام الطعام. لو أقامك سبحانه وتعالى إنك تعمر الأرض بمصنع أو بتشغيل عمال أو بزراعة أو بصناعة ونيتك إنك بتعمل كده لله فاعلم أن مقامك عند الله أنك ممن عمروا له في أرضه وتأتي قد حققت هدفك يوم القيامة. لو أقامك الله سبحانه وتعالى إنك بترسم وحولت الرسم دون إنك بترسم حاجات أو عملت عمل درامي أو شعر أو فن أو أغنية لإعلاء القيم فاعلم أن مقامك عند الله إنك من المصلحين في الأرض. لو أقامك عند الله داعية ومن أحسن دينا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، مقامك حيث أقامك لو شغلك عنده يبقى بيحبك قوي لأن معناها إنك غالي على الله. مقامك حيث أقامك. يلا بينا نكمل. أهلاً وسهلاً. ازيكم يا شباب؟ لا إذا أردت أن تعرف مقامك عند الله فانظر فيما أقامك. شوف ربنا حطك فين. حطك في الإصلاح بيحبك، حطك في تحسين حياة الناس بيحبك، حطك لخدمة الإسلام بيحبك. الحمد لله ما بتعملش حاجة خالص، ده مقامك أنت تختار انت فين مقامك. يلا بينا نبدا. يلا بينا. احنا لسه مع منزله العبوديه لله، بس العبوديه لله انك تعبد الله على مزاجك ولا على مراد الله؟ وهو ايه مراد الله؟ مراد الله تخدم دينه وتصلح في ارضه. هو انت اصلا سبب الخلق ايه؟ ليه اني جاعل في الارض خليفه؟ عشان ده اصلا هدف الوجود. ليه قصة آدم تكررت في القرآن؟ انتوا جيتوا هنا ليه؟ وده لازم يتكرر عشان يثبت في عقلك الباطن. عشان كده قصة آدم ذكرت في القرآن مرات ومرات ومرات. في الآخر من عبوديتك لله أنا مسؤول عن الإسلام. انت مسؤول عن الإسلام، انت في رقبتك انك تخلي وضع الإسلام أفضل وأفضل وأفضل. بإيه؟ ربنا اداك مواهب إيه وقدرات إيه؟ سخر مواهبك وقدراتك لخدمة دينك. مقامك عند ربنا حيث أقامك. هو أقامك في إيه؟ أقامك في الدراسات الاستراتيجية في فرنسا، أقامك في إيه؟ أقامك في ألمانيا طالبة بتدرسي طب أسنان وفي نفس الوقت أنت بتجيد اللغة الألمانية وفي نفس الوقت عندك لاجئين سوريين موجودين في ألمانيا. كل ده مقامك حيث أقامك. أقامك في إيه؟ أقامك في إطعام الطعام. أقامك في إيه؟ أقامك مشروع الإحسان وأنك مسؤول أن أنت تسد أي فجوة، سد أي فجوة. هذا الدين العظيم اللي شوهت صورته انه بيقدم على انه تطرف وقتل و و و و و. طب الناس المعتدلين قاعدين بيتفرجوا وسايبين دين ربنا وسايبين نبيهم صلى الله عليه وسلم بعد كل اللي بذلوا عشان هم يطلعوا مسلمين، وصورة الإسلام في الغرب مشوهة، وحال المسلمين ما يرضيش حد، وكمان اللي رافع راية احيانا متشدد او متطرف. طب مين بيعمل حاجة كويسة؟ انت مسؤول. وقفوهم إنهم مسؤولون. يوم القيامة هتتقالك الجملة دي، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يعني إيه ظلوما جهولا؟ ظلم نفسه لما جهل المقام اللي ربنا حطه فيه. فهمتوا يعني إيه ظلوما جهولا؟ لما جهل دوره ظلم نفسه. انت عليك دور يا جماعة، انت مش قضيتك انك تاكل وتشرب وتتجوز وتخلف وتموت وعايش لنفسك ولولادك ولفلوسك وانتهينا على كده. دي مش عيشة. جيت ومشيت زي ما جيت. طب قدمت ايه؟ طب عملت ايه للإسلام؟ لازم تعمل حاجة لدينك. في 100 فجوة وفجوة، احمد ربنا انك جاي في زمن محتاج مليون ألف حاجة تتعمل.
في أزمنة الإسلام فيها مستقر تماما. الحلقة دي ده جزء من عبوديتك لله، ولازم أقول الكلمتين دول، لازم تحس إنك مسؤول وإن أنا عايز أعمل حاجة. طب والحاجة دي بناء على إيه؟ أنت شاطر في إيه؟ أنت مواهبك إيه؟ أنت قدراتك إيه؟ ربنا حطك فين؟ ما تسيبش مكانك وتروح حتة تانية، ما تسيبش أكل عيشك واستمر لأولادك بس جزء من وقتك لازم تحس إن أنت مسؤول. أنا عايز أعمل حاجة لديني، عايز أعمل حاجة لرسولي، عايز أعمل حاجة لربي، عايز أعمل حاجة لأفضل طريقة يعيش بيها الإنسان عيشة حلوة. يعني إيه سنة النبي؟ يعني أفضل كواليتي في الحياة. طب ما هو ده الناس فاكره سنة النبي يعني جلابية، وده مش صحيح خالص. سنة النبي ازاي بيعيش، ازاي بيبتسم، ازاي بيعامل المرأة، ازاي بيصلح، ازاي بياخد بإيد الناس، ازاي بيعالج مشاكل المجتمع. هي دي كلمة سنة النبي. واحد ألماني مش مسلم بيقولك أنا وجدت أن أفضل، بيقولي أنا في مؤتمر كنت فيه، مش مسلم هو بس بروفيسور في جامعة في ألمانيا، أنا وجدت أن أفضل لايف ستايل هو محمد لايف ستايل. حرام حرام، هذا الدين محتاج 100,000 حاجة الناس تقف جنبه. اديني أمثلة. أمثلة دي إيه؟ إحنا عملنا الكتاب ده كان اسمه حياة الذاكرين، أنا عملت الكتاب ده. الكتاب ده أول كتاب يربط بين علم النفس الإيجابي وبين الذكر، الذكر بيعمل إيه في العقل، فكلام روحي علمي. فجت دكتورة في كندا، هي أستاذة في علم اللغات، شوف حتى هي شاطرة في إيه، وبتدرس لغة إنجليزية في جامعة في بوسطن. قامت جاية قالت لي أنا هترجم الكتاب للإنجليزية. قلت لها دكتورة أنا هكون صادق معاك يا دكتورة رحاب، أنا ما عنديش ناشر للكتاب باللغة الإنجليزية. قالت يا دكتور دي سعادتي أنا. هو ده اللي نقصده، تعمل أنت شاطر في إيه؟ قامت محولة الكتاب للغة الإنجليزية، وفاجأ ببنت من سنغافورة هي كمان عايزة تعمل حاجة لدينها. قالت لي أنا درست اللغة العربية، الكتاب ده رائع، أنا مستعدة ترجمه وعندي راعي يترجمه. قلت لها أنا مش عايز أخد فيه فلوس، مش عايز ولا مليم، المهم إن هو يترجم للإنجليزية، أنا عندي الترجمة من الدكتورة رحاب. اتحط اسمي على الكتاب بالإنجليزي، كان نفسي يكون معايا وأوريه لكم. اتحط اسمي على الكتاب بالإنجليزي وتحط اسم الدكتورة رحاب والترجم، وبيتوزع الآن في سنغافورة وجنوب أفريقيا وأمريكا. إيه ده؟ الحمد لله. هو ده اللي أنا أقصده، إن أنت أنا عايز أعمل حاجة، عايز أعمل حاجة لديني، والحاجة دي مش لازم تكون فلوس، لأن الناس دي كلها ما حطتش فلوس، الناس دي حطت علمها اللي اتعلمته. حط بقى علم، حط خبرة، حط فلوس، حط كفاءة أنت عندك، حط موهبة عندك. بنت اسمها رنيم من سفراء الإحسان اللي زي حضراتكم، هي شاطرة قوي في الرسم، قررت ومش عايشة هنا، عايشة في هولندا أظن، أو قررت إنها تعمل معرض رسم عن الإحسان. لازم تعمل حاجة. لازم اتصل بيا في رمضان اللي فات في آخر برنامج حياة الإحسان صديق ليا اسمه محمود، من غير ما نقول الاسم بالكامل، قال لي أنا اتفرجت على البرنامج، البرنامج رائع، بس أنا ابن أختي بدأ يسأل أسئلة بخصوص وجود الله والإلحاد والحاجات زي، لأنه بيدخل على النت هو واثنين من صحابه. أنا مستعد أمول إنتاج برنامج يرد على الأسئلة دي. قمنا عاملين برنامج الفخ، وبرنامج الفخ قام جاي محمود قال طب عايز ترجمه للغه الانجليزيه والفرنسيه، قمنا رايح والاسبانيه، قمنا رايحين لعبد الله البيطار اللي هو بيترجم بالاسبانيه، وقمنا رايحين لكاميليا اللي كانت معانا في برنامج السنه اللي فاتت، وانيسه وعبد الغني، كل اللي كانوا موجودين السنه اللي فاتت تبرعوا بوقتكم، وممكن ياخدوا فلوس، مش حرام ان هم ياخدوا فلوس علشان نطلع في الاخر. لازم تعمل حاجه للاسلام. اقعد اضرب امثله لغايه امتى؟ راجل متخصص في الارتفيشال انتليجنس، الذكاء الصناعي، الاي اي، عمل ايه؟ عايز يحول الفتاوى بتاعه العلماء المعتدلين كلها تشتغل انك تسال الفتوى تقوم طالعه لك، تسال الفتوى تقوم طالعه لك، من غير ما تروح لمفتي بذاته عن طريق الذكاء الاصطناعي. لازم تعمل حاجه، لازم تحس انك مسؤول. منهج اعدادي وثانوي اللي احنا عملناه، اللي عمله استاذة متخرجة من جامعة ليستر، حولنا منازل الروح وحولنا مشروع الاحسان. فاكرين الفكرة دي؟ ده مشروع الاحسان، مكون من الذكر ومن 7 منازل روحية وصفات قوة شخصية من علم النفس الايجابي. قامت جاية دكتورة في جامعة ليستر وقالت انا هحول لكم دون، هي متخصصة في كيف تحدث عملية التعلم، وست متدينة جميلة رائعة. قالت هنبدأ من هنا عشان الولاد في إعدادي وثانوي مش عايزين نبدأ معهم من الدين مباشرة، نبدأ معهم إزاي تنجح في الحياة،
نبدأ بصفات قوة الشخصية وبعدين نقول لهم على فكرة ده ديننا، وعشان تعرف تعمل كل صفة من صفات قوة الشخصية محتاج صفة روحية من ديننا، وده يا ولاد اسمه الإحسان. فبقى الولاد عايزين يعرفوا ازاي ينجحوا في الحياة، وخدناهم للإيمان بطريقة ذكية بسبب واحدة عندها العلم ده. وبعدين قام جاي اتنين من الناس بتوع اللايف كوتشنج والناس المتخصصة في البوزيتيف سايكولوجي، حولوها الجيمز وتمارين، فطلع المنهج خرافي بيتدرس دلوقتي في المدارس. هو ده اللي انا اقصده، لازم تعمل حاجة للإسلام، لازم تحس انك مسؤول. انت مش جاي تتفرج، انت مش دورك ان انت اديني باكل وبشرب وبصلي ومستني العشرة الأواخر ربنا يرضى عني، إن شاء الله يرضى عنك. فاكرين الآية؟ ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما وجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. مين الأفيد؟ مين اللي يرضى؟ مين اللي لسيده يرضى عنه أكتر؟ العبد ده ولا العبد ده؟ العبد الكسلان ولا العبد اللي عمال يشتغل لسيده؟ لازم تحس انك مسؤول عن الاسلام. دي كل حلقه النهارده هما الكلمتين دول. كان شعار المسلمين في غزوه احد دينك دينك لحمك دمك، دينك ده لحمك ودمك. كنت قاعد في لندن مع واحد كاتب انجليزي، فبيقول لي يعني صوره دينكم في العالم مش كويسه. قال لي واعتقد ان نبيكم هو سبب في اللي بيحصل في العالم. قلت له انا هحكي لك حكايه. كان في درع اتسرقت في المدينه، واللي سرقها مسلم، وأم خبيها في بيت واحد يهودي عشان بدل ما التهمة تلصق فيه، وراح للنبي لأن وقال له اليهودي هو اللي سرقها وخلاص، واستريح المسلمين إن اليهودي هو اللي سرقها. ينزل القرآن من السماء في سورة النساء، السارق مش اليهودي، غلط حرام، السارق هو المسلم واليهودي ما سرقش. حكيت له الحكاية وقريت له الآيات بتاعت سورة النساء، سكت كده. قال لي هو عمل كده؟ قلت له القصة ثابتة في القرآن وفي الحديث الصحيح. قال لي انتم مقصرين قوي في حق نبيكم. كأنه ضربني ألم. انتم مقصرين قوي في حق نبيكم. لازم تحس انك مسؤول. صليت وصمت وبس. اعملوا آل داود شكرا، عايزين تشكروني اعملوا. لأن الفرق بين الحمد والشكر، الحمد هو اللسان بالثناء على الله، الحمد لله على النعم، الشكر إنك تعمل حاجة. ده الفرق بين كلمة الحمد وكلمة الشكر. الحمد ثناء على الله، الشكر عمل. يا عم كل النعم دي ومش عايز تعمل حاجة لدينه؟ تاني شفت الآية بتاع سورة النحل؟ عبدا لا يقدر على شيء كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو من يأمر بالعدل؟ عمال يصلح هنا ويصلح هنا ويصلح هنا ويصلح هنا. أعمل إيه؟ أنت شاطر في إيه؟ قاعدة النهاردة، مقامك حيث أقامك، حطك في إيه؟ فأخرج أحسن ما عندك فيما أقامك فيه. مش كفاية أنك تأكل وتشرب، دي مش عيشة، ده غلط، ده غلط، هيسحب منك نعم كتير وتعيش في نكد. اشتغل لدينه يوسع عليك أكتر ويبارك لك في وقتك أكتر. صحيح لازم تكمل رزقك وتخاف على رزقك ورزق عيالك، بالعكس تسعى فيه جدا، لكن في حق لربك، فأعطي كل ذي حق حقه. إن لأهلك عليك حق، ولنفسك عليك حق، ولولدك عليك حق، ولربك عليك حق. مش كفاية أنك تصلي وتصوم، لازم تعمل حاجة، لازم تحس إنك مسؤول. العلماء زمان اختلفوا إيه أفضل العبادة، وتألف في كده كتب. فحد فيهم قال أفضل العبادة هو، يعني هم تقسموا أربع أنواع. قسم قال أفضل العبادة أشقها على النفس، لا الحياة مش صحيحة. قسم تاني قال أفضل العبادة ترك الدنيا والزهد فيها والتفرغ للعبادة، غير صحيح، لازم نصلح في الدنيا ونحسن فيها وننجح ونعمل فلوس ونأكل الغلابة. قسم تالت قال الاتنين غلط. قسم تالت أفضل العبادة اللي يكون متعدي، يعني دايما تفكر بعقلية أخد حاجتين مع بعض، أخد ثوابين مع بعض. لا مش دايما، مش دايما المفروض يكون. طب ما ايه افضل العباده؟ قالوا افضل العباده ان تعبد الله على مراد الله في كل وقت بما يرضي الله في هذا الوقت. فوقت الاذان تردد الاذان، ووقت قيام الليل تصلي ركعتين، ووقت لمه العيله تقعد تضحك معاهم وتاكل معاهم وتنبسط معاهم عشان صله الارحام، ووقت احتياج الناس تاكل الغلابه، ووقت ضياع الامه تقف جنب دينك. وقالوا هذا هو التعبد الذي يرضي الله، لأنه تعبد مطلق مش مقيد في شكل، لو خرج منه يحس أنه ما بيعبدش.
فتجده مع العباد وتجده مع العلماء وتجده مع المجاهدين وتجده مع المصلحين مطلق. فهو يعبد الله وليس في نفسه غرض، ولكن يعبد الله بما يرضي الله. هو في احتياج للإسلام أكتر من الوقت الحالي، وباعتدال وبشكل مستنير وباستخدام، ومن غير ما تغير مكانك ولا شغلتك. انت شاطر في ايه؟ اقامك في ايه؟ نجحك في ايه؟ مطرح ما نجحك اعمل. بص الآية الجميلة، كنتم خير أمة أخرجت للناس. انتوا أحسن أمة أخرجت للناس بإيه كده؟ بإن احنا قاعدين حاطين على خدنا تأمرون بالمعروف. والأمر بالمعروف مش معناها انك ماسك عصايا وماشي، أو انك شيخ، أو انك داعية. اوعى تفهموا كلامي انك لازم تكون داعية، ده دور من الأدوار. مال تأمرون بالمعروف ايه؟ كل واحد في مكانه. ده خبير استراتيجيات زكريا، متعلم في فرنسا وبيشتغل في شركة مالتي ناشونال في فرنسا. تخيلوا خبير الاستراتيجيات ده لو حط استراتيجية ازاي الإحسان ينتشر في الأمة، يبقى مقامك حيث أقامك، فأخرج ما أحسن ما عندك فيما أقامك فيه. حبيبة أستاذة في ازاي انك تعمل تقييمات للبشر قبل وبعد. فقمنا جارين على حبيبة، قلنا لها حبيبة منهج المدارس اللي احنا بنعمله ده اللي حصل فعلا. ممكن يا حبيبة انت عندك علم كبير، ممكن يا حبيبة تساعدينا ان احنا نقيس، لان احنا بدأنا ندرس المنهج دون في مدارس اعدادي وثانوي، ودلوقتي بدأ يدرس للأيتام، بقى في منهج ومنهج علمي وبناخد عليه اعتماد عالمي كمان. فالمدارس اللي بدأنا ندرس فيها وهي مدارس انترناشونال، ممكن يا حبيبة تساعدينا ازاي نقيس قبل وبعد؟ قامت عاملنا وسائل قياس. الله يرضى عنك يا حبيبة، رائعة. فهمتوا يا جماعة؟ يبقى تاني هي القاعدة، هي قاعدة سهلة قوي بس من الفهم عن الله. والله مقامك حيث أقامك، ولو عملت ما أقامك فيه يبقى مقام غالي قوي. عايز تعرف انت عند ربنا ازاي؟ سهلة قوي، مش محتاجة. شوفي اللي انت شاطرة فيه وظفتيه لخدمة دينك، يبقى مقامك كبير. خلص الكلام، مقامك حيث أقامك، فأخرج أحسن ما عندك، طلع الإحسان اللي جواك، مش بس في شغلك وفي حياتك العائلية وفي فلوسك. عيب انك تبقى أناني كده، فأخرج أحسن ما عندك فيما أقامك فيه. طيب شكرا على الكلام ده، عايزين كلام عملي قبل الكلام العالمي. مارتن سليجمان مؤسس علم النفس الإيجابي بيقول حتة زكريا دايما بيقولها، بيحبها قوي، كل شوية يرددها لي. بيقولك لن تجد طعم السعادة في الحياة، ده مش كلامي، ده كلام مؤسس علم النفس الإيجابي، لن تجد طعم السعادة في الحياة حتى يكون هناك معنى كبير تنتمي إليه يحتويك، عندها ستجد السعادة. لما قالوا له إيه المعنى الكبير اللي يحتويني؟ قال له معرفش، كل واحد يدور. بس رجع وقال وكلما كان هذا المعنى أكبر انتميت إليه أكثر، ولن تجد ذلك إلا في المعاني الروحانية. والله هذا نص كلام مارتن سليجمان. كل ما يتكلم زكريا يقول لي أنا أشعر بالانتماء إلى شيء كبير يحتويني، عايز أطلع أحسن ما عندي لإرضائه. هو ده مش هتحس بالسعادة طول ما أنت أناني. لما بنعيش لنفسنا بنتولد صغيرين ونعيش صغيرين ونموت صغيرين، ولما بنعيش لمعنى كبير عمرنا بيكبر بعمر الخير اللي عملناه للناس. أنا الأوان أنك تنتقل من أنا وولادي ومراتي وفلوسي إلى الناس، مهما كانت لقمة العيش صعبة، لأن لقمة العيش تسهل ببركة ربنا. طلع عقلك من حدود أنا بلهت على لقمة العيش، لأن حقتطع جزء أوظف ما أمتلك لإرضاء الله. طيب في كتاب مهم جدا 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 اسمه إيكي جاي. إيكي جاي دون فكرة هي أصلا جاية من الفكر الياباني القديم، يعني اليابانيين هم اللي طلعوا الفكرة دي، إزاي تستغل مواهبك لخدمة مجتمعك وتطليع فكرة تحدد دورك. الكتاب ده أنا قريته، وهذا اللي كنت هتكلم عليه النهاردة. أيوة هو ده إيكي جاي. على فكرة أنا مش مرتب مع عليه، يعني علي فعلا جاي بالكتاب وانا كنت محضر الكتاب. ايكي جاي دون خطير، هو فكرة يابانية بس جه علم النفس الحديث خد فكرة اليابانيين وطورها. ايه الفكرة؟ امسك عليه خليه معاك ثانية واحدة. الفكرة هو بيقولك ان الانسان بيمر باربع حاجات لو عملتهم حاجة رهيبة جدا. اول حاجة ايه هي؟ منطقة شغفك، منطقة الستيت فلو اللي بتطلع فيها أقوى ما عندك، تحس إنك متدفق كده.
تنسى الأكل والوقت والزمن والمرض طول ما أنت بتعملها. إيه منطقة تدفقك؟ اتنين، إيه هي قدراتك ومواهبك؟ لأن ممكن تكون في حاجة أنت بتحبها أوي بس ما عندكش فيها مواهب وقدرات. تلاتة، إيه هو احتياج مجتمعك؟ الناس محتاجة إيه؟ أربعة، وظف واحد واتنين في ضوء تلاتة تصل لمهمتك في الحياة. وصلت؟ وصلت. تاني؟ الدوائر دي الدوائر ايه على ظهر الكتاب ايكي جاي اهي. هي انت شغفك ايه؟ انت ايه الحاجة اللي بتموت فيها؟ طب انت قدراتك لها علاقة بالموضوع ده ولا محتاج تطور قدراتك شوية عشان تبقى قريبة، عشان واحد واتنين يبقوا قريبين من بعض، عشان كده الاسهم من واحد واتنين. طب المجتمع محتاج ايه؟ طب تقدر توظف واحد واتنين في ضوء احتياجات المجتمع توصل لإيه؟ دي مهمتك في الحياة. حلوة؟ دي الفكرة. نضرب أمثلة. عاصم إيه شغفه في الحياة؟ عاصم شغفه في الحياة خدمة الناس، مع إن أكله عيشه في حتة تانية، المقاولات والزراعة وما ده البيزنس بتاع أهله، بس هو شغفه في الحياة خدمة الناس، إطعام الطعام. طب مواهبه إيه؟ مواهبه طاقة بدنية هائلة، يعني هو من الناس اللي من أيام يعني هو من الناس اللي بيقولوا عليهم أيام المدارس هايبر أكتيف، بيفرق ومغلبنا في التصوير. يعني اقعد يا عاصم حبيبي اقعد يا عاصم مغني رائع دكتور. شوفوا احنا لا انا بتكلم على الحركه، ما بيقدرش هو ما بيقدرش يقعد. ام موظف واحد واثنين في ضوء ثلاثه احتياج المجتمع، الناس محتاجه تاكل، بياكل 2000 واحد كل يوم ما شاء الله، مش هو لوحده هو واصحابه، ويلموا الفلوس وبياكلوا الناس ويعملوا العبوات ويبعتوها، وعارفين بيبعتوها الغلبه مين؟ ام عامل اربعه ولقى نفسه. طيب مثل تاني سيدنا يوسف ايه منطقه شغف سيدنا يوسف؟ ايه منطقه الاستيت؟ الاحسان. عشان كده الصوره ذكر فيها الاحسان 5 مرات. المساجين قالوا له ان نراك من المحسنين، واخواته اللي متخانقين معاه قالوا له ان نراك من المحسنين، وربنا قال عليه انه من عبادنا المحسنين، وهو قال في اخر الصوره انه من يتقي واصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. ده شغفه في الحياه، بيحب يعمل احلى حاجه عنده. طب ايه قدراته؟ الاقتصاد. طب ايه احتياج المجتمع؟ مجاعة. خد واحد واثنين في ضوء ثلاثة بقى سيدنا يوسف. وصلت؟ انقذ الأمة وقتها. مثل عليا انا شغفي في الحياة ايه؟ انا شغفي في الحياة بحب الاسلام قوي من وانا صغير، من وانا عندي 16 سنة. طب ايه قدراتي ومهاراتي؟ القدرة على تبسيط الاشياء وتوصيلها. طب ايه احتياج المجتمع؟ الشباب محتاج حد يكلمه بطريقه سهله. الله ده واحد واثنين ركبوا مع ثلاثه، قمت قايم بدوري. فهمتوا الفكره؟ ده الكتاب. فين الكتاب يا علي؟ ده فكره الكتاب، علي هيتكلم عليه اكتر، بس دي الفكره. انت بقى يبقى انا كده شرحتها لك نظري وروحانيا وعمليا وعلم نفسي ايجابي. مالكش عذر. حضرتك شاطر في ايه؟ لازم توظفه. افهم عن الله، مقامك عند الله حيث أقامك، فأخرج أحسن ما عندك فيما أقامك فيه. نفسي أشتغل عند ربنا 10 الأواخر، دعوة كل يوم يا رب شغلني عندك، اللي هو النبي كان بيدعيها في صلاة الفجر، اللهم هب لي من لدنك عملا صالحا يقربني إليك، يا رب شغلني عندك، يا رب نفسي يبقى لي دور. يا جماعة لو نفسكم تكونوا معانا في مشروع الإحسان اللي احنا عمالين نبذل فيه كل هذا الجهد، أنا والشباب اللي معايا وغيرهم اللي مجوش، نفسكم تكون معانا، ابعت فيديو دقيقتين. منطقة تميزك إيه؟ بلدك إيه؟ مهنتك إيه؟ تقدر تضيف إيه لمشروع الإحسان؟ وابعت على الرقم التليفون اللي ظاهر على الشاشة وشارك معانا وتطلع معانا وتكمل معانا. ده كان لقاء النهاردة وضربت أمثلة عليكم. حد عايز يقول حاجة؟ أيوة زكريا. وبصراحة الكلام اللي قلتي حضرتك بيخلي الواحد تبقى عنده غيرة على الموضوع ده. وزي ما قال سيدنا النبي في حديث كان قال يعني أنه ربنا حيأتي بناس كل 100 سنة تتجدد الدين الإسلامي، فإن شاء الله نكون من السابقين في الموضوع ده إن شاء الله. زمننا ده. في ناس كتير ممكن تقول أنا عايز أشتغل عند ربنا بس الفرصة مش جاية لي، بس أنا تعلمت حاجة من رحلتي دي، إن
أدام عندك النية والإصرار ربنا عمره ما هيشوف ده فيك ومش هيديك الفرصة دي. أنا لما اتفرجت على منازل الروح كنت مستغربة جدا الموضوع، وكان عندي غيرة وإصرار فظيع، اللي هو الناس دي مين وبيعملوا إيه وبيعمل إيه معاهم، وأنا عايزة أبقى منهم. وجت تدريجيا، بس عمري ما كنت أتخيل أن أنا هبقى قاعدة هنا بعد سنة أو سنتين والدور بتاعي كبر تدريجيا. يعني أنا من أول ما بدأت عرفتكم من فيديو دقيقتين بالظبط، لغاية ما بقى ليا دور صغير في منهج الدراسي، بس أنا متأكدة أن مع الوقت إن شاء الله ربنا هيكبر تدريجيا، لأن ربنا ما بيشغلش عنده بالزبط. مرة واحدة تعمل حاجة كبيرة، حتة صغيرة وبعدين حتة، ويكبرك ويكبرك لما يلاقيك جدعة. أيوة يا كندا. دكتور أنا بحس ما في شيء بالحياة بصير صدفة، إنما هي أقدار رب العالمين ورسائل رب العالمين بيبعث لنا إياها. فلما بيبعث لنا وبيعطينا فرص مشان نكون قد المسؤولية، فلازم نكون قد ونستغل النعمة اللي أعطانا إياها رب العالمين فيما يرضي، لأنه بالنهاية كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الله يرضى عنك يا كندا. يلا بينا. يلا دكتور. كتاب اسمه إيه؟ إيكيغاي. إيكيغاي. يلا بينا. قول لي بقى معاك ايه؟ معايا ايكي جاي. يا ساتر. كتاب بقى هقول لك اربع نقط كده. الكتاب ده عامه حبيته قوي، انا قريته من غير ما تقول لي، يعني من غير ما تقول لي ان في حاجه ليها علاقه، قبل ما نعرف، من قبل ما نعرف ان احنا يعني كده. ايكي جاي هو في الكتاب نفسه بيقول لك ايكي جاي هو السبب اللي بيخليك تصحى كل يوم. ده معنى كلمه ايكي جاي؟ اللي انت الحاجه اللي انت بتصحى عشانها كل يوم، الحاجه السبب اللي ليك في الحياه. حلو قوي. بعد كده هو اتكلم عن الستيت اوف فلو برضو في كذا تشابتر، كان بيتكلم عن الستيت اوف فلو. فبيقول لك الستيت اوف فلو دي هي المرحله اللي انت لما بتخش فيها، مرحله التدفق، الفلو اللي هو التدفق بتطلع كل اللي عندك. هي دي المرحله اللي انت لما بتخش فيها ما بتفكرش في اي حاجه، وبتبقى بتعمل اللي انت بتعمله ده وانت دماغك مش بتفكر في اي حاجه تانية في الدنيا، وممكن تعملها على حساب اي حاجه. يعني انت بالنسبه لك دي اهم حاجه انت بتعملها، وطالما انت دخلت فيها انت مش عايز تخرج منها ابدا. هل قال في الكتاب الشباب اللي مش عارفين ايه منطقه التدفق بتاعتهم يوصلوا لها ازاي او يعرفوها ازاي؟ لان في شباب كتير هيسمعوا الحلقه النهارده يقول لك طب انا اصلا مش عارف منطقه تدفقي. هو بيقول لك ان كل انسان بيتولد هو عنده منطقه التدفق، بس يمكن بالاحتكاك الكتير بتبدا تبان، بتبان اكتر. اوكي. بعد كده يبقى الحل للشباب اللي لسه مش عارف منطقه التدفق، الاحتكاك كتير، يشتغل هنا، يعمل عمل تطوعي هنا، ياخد كورس هنا، يسافر لغايه بالزبط. ما تبدا تنور وتبدا تبان. بالظبط. بعد كده بيقول لك ان اسعد ناس في الحياه مش هما اللي بيوصلوا لاكبر اتشيفمنتس، مش هما اللي بيوصلوا لاكبر حاجات، نجاحات، انجازات ونجاحات. اسعد ناس في الحياه هما اللي بيقضوا اكتر وقت يقدروا عليه جوه السيت اوف فلو، جوه منطقه التدفق بتاعته. فانا مثلا انا متعتي في الحياه وانا بشتغل بالظبط، فدي منطقه التدفق، وده اللي بيوصلك لانجازاتك. فهو الشطاره ان انت تعرف ان انت من خلال منطقه التدفق تبقى بتعمل انجازاتك، تبقى هو ده شغلك. حلو. بعد كده بيقول لك يا بابا ان اي انسان عنده اجابه ليه هو عايش، سبب وجوده، هو الانسان اللي يقدر يعدي اي كيف، اي مشكله، او ازاي يوصل بالظبط. يعني اللي عنده اجابه ليه يقدر يعدي باي ازاي. حلو قوي. فاهم قصدي؟ حلو قوي قوي. وده يركب مع كلام مارتن سليجمان اللي بيقول لك لن تصل لمعنى السعاده حتى يكون هناك معنى يحتويك. فلو انت بتعمل حاجه انت بتحبها قوي وكمان بتخدم الناس قوي، فبقى عندك سبب منطقي جدا لوجودك يخليك تصحى كل يوم الصبح. هو ده وده اكتر حاجه هتخليك حتى تعمر في الارض اكتر وتعيش اطول. طول ما انت في دماغك. يعني هو عامه الكتاب جايب ناس يابانيه بقى اللي عاش 120 سنه، واللي بيقول لك الناس دي بتعيش عشان هي كل يوم صاحيه هعمل ايه النهارده، مفيش حاجه اعملها. زي جدك ما شاء الله، مهما كبر الله يبارك فيه، يقول لك انا هنزل العياده وهنزل اشتغل بالزبط. طول ما انا عايش انا هنزل العياده بالزبط. ونقول له طب خفف عليك شويه، يقول لك ابدا انا هنزل العياده من الساعه كذا. حلوه. ما زالت قعدتنا الرائعه دي، وانا فرحان جدا ان انتم معايا بتطلعوا كلام جميل، بتطلعوا كلام حلو، الله يرضى عنكم يا رب. فكره سفراء الاحسان دي، وان انتم شباب اعطيتوا من وقتكم وقلتوا احنا عايزين نشتغل نحبب الناس في الاحسان ونساهم في احياء الاحسان،
الله يتقبل مننا. وعملنا مناهج دراسية لإعدادي وثانوي سميناها بيست فيرجن، إزاي تطلع أحسن حاجة جواك، وبدأت تدرس في مدارس وفرقة مع أولاد، وعملنا حاجة راديو اسمه راديو إحسان على الإنترنت تدخل عليه، وعملنا راديو وعملنا منصة اسمها يلا إحسان تدخل عليها، وبعدين حولنا المنهج اللي عملناه من الإحسان وصفات النجاح في الحياة للأيتام، ودلوقتي بنعمله لذوي الاحتياجات الخاصة. شغل وحركة وعايزين نعمل، وناس عايزة تكتب مقالات تحبب الناس في الإحسان. حياة حياة حياة. إزاي أبني؟ إزاي إيه العادات اللي أبني بيها إن أنا أشتغل عند ربنا تدريجيا؟ عادات تخليني أشتغل عند ربنا. يلا قولوا عبد الحميد وكندا على طول هتبدأ تكتب. عبد الحميد، أول حاجة في أي حاجة حابب تعملها خد نية إنه ده ربنا، يعني كل ربنا. عمل بتعمله جدد النية لله، جدد النية في كل عمل، ودي عادة. عادة أنا نيتي، أنا خارج مع أصحابي يمكن أقول لهم كلمة تاخد بإيديهم، أنا رايح ألعب رياضة أقوي جسمي علشان أبعد عن معصية، أنا حقابل ناس في أنتوا كلكم بتدرسوا برا، أنا سفير للإسلام ودي نيتي حبيبهم في الإسلام بأخلاقي من غير ما أتكلم، أدي واحدة. إيه كمان؟ أيوة كندا، الدعاء. الدعاء يا رب شغلني عندك. والله يا جماعة حيشغلك عنده. على فكرة النبي كان بيدعو الدعاء ده كل يوم فجر، اللهم هب لي من لدنك عملا صالحا يقربني إليك. ما هي دي شغلني عندك. الدعاء بالعمل عند الله أو بالشغل، اكتبيها بالشغل عند الله. الانخراط في مشروع الإحسان. يا سلام عليك، أشتغل في مشروع الإحسان، تعال أشتغل معنا في مشروع الإحسان. علي، ان انا اي عمل تطوعي او اي حاجه فيها خير احاول ارمي نفسي فيها، يعني كل ما تلاقي عمل خيري ارمي نفسك. عاصم مثلا بيعمل اطعم طعام تروح وعلي فعلا بيروح مع عاصم. عاصم طول رمضان كل يوم بيعملوا حوالي 3000 او 4000 واحد وياكلوا الناس ويجمعوا هو واصحابه ينزلوا ياكلوهم ويبعتوا لهم الاكل، علي بيروح يشتغل معاه. ارمي نفسك في كل عمل خير، شارك في كل عمل خير، المشاركه في اي عمل في العمل الخيري المناسب والمعتدل بعيدا عن اي تشدد، نقطه مهمه جدا جدا جدا. ايه كمان؟ ازاي اشتغل عند ربنا حبيبه؟ كتدريجيا اشتغل على نفسك، يعني التزم في الصلاه والذكر والتزم بالتقوى. يا سلام، اذكر واعبد. اعبد، ما هي دي داخله في العبوديه، ما احنا في منزله العبوديه. اذكر واعبد واتقي الله يشغلك عنده، هو يشغل عنده أي حد. ده أنت عشان تشتغل في شركة مالتي ناشونال لازم تقعد تطور نفسك 100 سنة، عشان تشتغل عند ربنا. أنا عايز أشتغل عند ربنا، ابدأ طور نفسك وأحسن إمكانياتك علشان تكون لما تشتغل عند ربنا تضيف كتير. محمد صلاح لعيب كورة، مال الكورة ومال الدعوة إلى الله، ده أحسن داعية إلى الله، لأنه سجدة ما بعد الجون. وإن أنا راجل مسلم، فهو لما اشتغل على نفسه في الرياضة فدينه. حاجات هامة جدا. في حاجة نسينا نقولها، عارف إيه هي؟ ما تستكبرش إن أنا عايز أشتغل حاجات كبيرة، ابدأ بالصغير والمتاح. ابدأ بالصغير، والنبي كان بيعمل كده مع الصحابة. طب وريني دي، ما يمكن يطلع مش جدع. ياما ناس بتجيلي انا نفسي اعمل حاجه كبيره جدا جدا جدا، اقول له طب خد الكتاب ده اقراه وتعالى لي بعد اسبوعين، ما يجيش. كلنا بدانا كلنا بدانا بفيديو صغير طبعا، كلنا ابتديتوا، انتوا جيتوا معايا يا ناس، يا اللي نفسكم تشاركوا معايا في مشروع الاحسان، ابعت فيديو من دقيقتين بتقول مميزاتك ايه، نقط تميزك، مهنتك، بلدك، وايه اللي تقدر تضيفه في مشروع الاحسان، وابعت الفيديو دون. ممكن تشارك معانا في برنامج السنه الجايه وتكون واحد معانا في اللي موجودين في البرنامج السنة الجاية، هتلاقي رقم تليفون عندك ابعت عليه الفيديو دقيقتين. يلا ذكر. الذكر النهاردة احنا متفقين ان احنا هنحافظ في رمضان وبعد رمضان 1000 تسبيحة كل يوم، 20 دقيقة بس، 300 استغفار، 500 الباقيات الصالحات، سبحان الله 100، الحمد لله 100، لا اله الا الله 100، الله اكبر 100، لا حول ولا قوة الا بالله 100، وبعدين 100 صلاة على النبي، وبعدين 100 ذكر باسماء الله الحسنى، يا كريم اكرمنا، يا رزاق ارزقنا، يا مجيب اجب دعائنا، يا فتاح افتح علينا، لغاية ما تجيب ال 100 باي عدد منهم حسب انت محتاج ايه. نذكر النهاردة واحنا كده بنقرب من الليالي الغالية ونقول لا إله إلا الله، قولوها كده
واستشعروا ان كل اللي حوالينا بيقول معانا، كل الكون اللي حوالينا رغم البرد واحنا بردانين جدا وشغالين واحنا في منتهى البرد، لكن لا اله الا الله دفي. يقول العلماء لا اله الا الله في قلوب الناس مختلفه، منهم اللي لا اله الا الله في قلبه زي الشمعه، ومنهم لا اله الا الله في قلبه زي الشعله، ومنهم لا اله الا الله في قلبه زي نور القمر، ومنهم لا اله الا الله في قلبه زي نور الشمس. يا ترى كل واحد فينا وباللي يشوفونا لما بيقول لا إله إلا الله في قلبه قد إيه؟ يلا نقول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله.